السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، سعيد بلقياكم. اليوم وقبل ما ندخل في الفقرات المتنوعة والدعوة إلى المناظرة مع الأخ الصحفي المحترم اللي غادي نكشف لكم على الاسم ديالو بعد قليل، كنقول لكم شكرا جزيلا لكم دائما على المساندة وعلى يعني على كل شيء، حتى على يعني على الدعم والبارتاج وكل شيء. غادي ننتقل معكم مباشرة حتى لا أطيل، الأخ الصحفي حميد المهداوي طلع أحمد الزفزافي، وكان في الكواليس لأننا نعلم هذه خدمتنا في الكواليس، قال لي أنا غنسولك على الوحدة الترابية وعلى الله الوطن الملك، واش زعما واش انت كتآمن بالشعار يعني بالثوابت او المقدسات او كذا، قال لي هي كذا والجزائر كذا الى اخره، وكيقول هو يضحك يعني احمد الزفزافي، وقال لنا المهداوي على هادوك اللي كيهضروا على احمد الزفزافي الا يضعوا يعني ما ديروش راسكم في التراب، يعني جاوبوا حتى دابا خصكم تطلعوا وتهضروا وتقولوا على ان احمد الزفزافي وطني حتى النخاع. انا ملكي، انا مع الثوابت المغربيه، انا الناس كيخشيو راسهم في الرمل. علاش ملي قال الزفزافي تخرج دابا بعض المواقع والجرائد قال الزفزافي نحن ملكيون. حميد يا مهداوي، انا كإلياس منسق الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ومراسل صحفي وناشط على الفيسبوك، يعني ربما ما نقولكش قبل منك، وكذلك عندنا قنوات في اليوتيوب بجوج، فلا نزايد على بعضنا البعض، إن شئت أن تناظرني مرحبا. وأنا والله إلا يعني أتحفظ شحال من مرة ما كنبغيش الرد عليك، وإنما الآن من اللي قصتينا وأنا كنقول عندي أكثر مشاهدة في الرد على هذا الرجل، فأنا ما كنديرش راسي في الرمل وأعرض عليك المواجهة والمناظرة في هذا الشأن يا حميد يا مهداوي. أنا لا أقبل التقية وازدواجية المعايير، وأنا أقول إنها تقية لأن الوقت الراهن نطالب بتطبيق القانون. السيمانة اللي فاتت خرج صاحبك هذا اللي كتقول لنا نطلعوا نقولوا أنه وطني، وقال كل من شارك في الانتخابات فهو خائن للوطن والحراك والشهداء. إلى الزوجة ديالك المحترمة أو أنت أو والديك المحترمين أو صحابك أو أي أحد كان قريب منك أو بعيد شارك في الانتخابات فهو خائن بتصريح الزفزافي غير الأسبوع اللي فات. مالك وضعت رأسك في الرمال يا حميد؟ مالك ما طلعتيش وتشدك النخوة على وطنك وعلى ولاد بلادك وعلى نفسك تقول لي انا يمكن ما غنصوتش لك؟ انت حر، انا ما غنكونش فحال صاحبك الاخر يعني محمد حجيب اللي قال لك على ان الانتخابات من شارك فيها فهو عبد من العبيد وكذا، والان الام ديالو ها هي ترشحات في الانتخابات. الام ديال هذا محمد حجيب الارهابي السابق اللي هو في المانيا الذي ينشر سمومه وينفثها نفتا كبعض الناس الاخرين الذين يتواجدون خارج او داخل الوطن اللي كيستعملوا التقيه ويعني وداك تخرج العينين. فانا ما كنقصدكش طبعا السي حميد، فهذا هاد ازدواجيه المعايير، ها هي حتى هي عبد من العبيد، ولكن ولا طلع وقال لك انا الام ديالي والعائله متفق معاهم الحريه في اختيار توجهاتنا. اييه، وعلاش كتحجر على المغاربه ايها الارهابي الخبيث ايها اللئيم؟ حيت شحال الناس كيقولوا لي رد على فلان رد على فلان، المهم كل واحد بالمناسبه ديالو، علاش ما تطلعش وتقول ان كيف ما كتسامح مع عائلتك والام ديالك your mother، علاش ما تكونش كتسامح مع المغاربه؟ ولكن العقليه والنفسيه الارهابيه ضروري ما كتبقى حتى، ولهذا الخوارج يجب يعني ان شاء الله في يوم من الايام راه عدد منك راه كانوا كيحلوا فمهم شحال ديال بصح. ها هي الاخرى ديال الشينوا، سير قول لي دابا فينا هي؟ ايه بتطبيق القانون راه تما دايرين الزبايل كيكونوا وكيغمقوا على الناس وكيطلعوا باسم النضال ودغدغة المشاعر والعواطف. رجع حميد بعجالة، حميد المئة ألف اللي ذكرتي انت مع حميد الزفزافي وكذا مع احمد عفوا ان ناصر كذا ويستطيع اخراج وكان يستطيع ولهذا وجب لنا هذيك مرحلة معينة يا حميد. محسن فكري كنا حنا يعني اي واحد وقع ليه شي حاجة كذا رحمة الله عليه فنحن نتعاطف، اي واحد قال لنا ان شي حاجة اللي هي مطلب اجتماعي حقوقي قانون فنحن معه، ولكن
اذا ما قلتي الناس سي حميد هذا الموس غادي نذبح عليكم واحد الخروف باش غادي نعرض عليكم الوليمه وشويه بان لي هذاك الموس باغي يذبحني به فغادي نطلع ونطافي ضدك يا حميد. هنا غادي نتكلم معك سي حميد وغادي نقول لك علاش كتحط راسك في التراب ملي كتشوف الخيانه واضحه وبارزه من صاحبك والامثال ديالو حينما استعانوا بجهات معادية في هولندا وبلجيكا وغيرها واستقواء على المغاربة. مالك ما هضرتي ومالك ما طلعتي وقلتي ها ظهر الحق وزهق الباطل حلي عنوانتي هاد اللايف هذا؟ علاش ملي شفتي الرايات السود طلعوا يوم عيد الأضحى وسميتوها بأنه حزن وانا قلت على أننا لسنا مجوس لا نعبد النار بل نحن مسلمون؟ الرايات السود داخل المغرب والتحريض وحنا في الوقت الحرج مع كبرانستان، لماذا لم تتكلم ولم تعلق؟ لا لازدواجية المعايير وأنا أدعوك من هذا المنبر يا حميد ولا نزايد على بعضنا البعض، أدعوك للمناظرة والمواجهة وأنا كنقول لك قدام هاد الناس كاملين اللي كيشوفوني الحمد لله يوميا بعشرات الآلاف أنني أتحداك في أن تناظرني في هذا الرجل اللي أنت كتدعي أنه وطني وفي ابنه وفي حتى ما تكلمت عنه وأنهم قالوا وكذا ولا غير زلت لسان قال لك صدرات من فلان أو لا من بواه ولا كذا فيجب ما يجب ولا ماشي زلت لسان تير لك تقول يستطيعون إخراج 100,000 مسؤولين على كلامهم أنت مسؤول على كلامك. على كل حال مع كامل الاحترام والتقدير لك يا حميد واجهني إن استطعت. إذن غنمشيو لنقطة أخرى بالفيديو سيداتي وسادتي أنصار العدالة والتنمية كيشتبكوا مع المواطنين حتى وصلت السبان والقذف وسميتو الضرب من بعد ما طردوا دريس الأزامي العمدة اللي انتهت يعني الصلاحية ديالو أو الولاية ديالو في مدينة فاس. واحد المشهد اللي هو كيردنا سنوات الوراء مع الأسف الشديد وكيضرب في العمق يعني الممارسة الديمقراطية والتنافس الانتخابي الشريف. كاميرات ديال المواطنين وثقوا هذيك المشاهد وهو يعني كيبان في واحد الشكل يعني هو مؤسف جدا ان نرى دريس الازامي وهو يرشح نفسه باسم العداله والتنميه مره اخرى من بعد ما ياك ما حنا دغيا كنساو. انا كنعرف الوطنيين والوطنيات الاحرار والحرائر كيتناساو ولكن ما كينساوش. فاش كان خرج بداك البيليكي واستفز كاع الشعب المغربي قاطبه داخل وخارج ارض الوطن مئات الفيديوهات اللي كانوا تكلموا عليه بشدة وانتقدوه وما بغيتش نقول جفوا به الأرض ولا ركزوا معي في هذه النقطة ولا فيديو واحد طلع يدافع عنه لصالحه حتى يعني المقربين منه وحتى الناس اللي كينتميوا للحزب ديال ما يسمى يعني بين قوسين العدالة والتنمية ما دافعوش عليه. هذا إذا ما دل على شيء فإنما يدل على أنه شخص منبود. أنا هذا رأيي والدليل أنا كنقوله. إذا ملي كيخرج هكا وخارج في وسط الشوارع راه كتعرض نفسك للخطر ولهذا ملي شفنا كاع وصلت للضرب ما كتسمعش العزامي سكوت سكوت خلينا معاك مزيان عيب وعار مازال ما بغيتوش تقنعوا. واحد قال ليه أنتيك عايش في الرباط أش كدير عندنا هنا؟ واحد قال ليه وغبره هادي شي 5 سنين ما شفناك كيبانو غير نهار الانتخابات. هذا بالضبط سيداتي وسادتي اللي وقع كذلك لحميد شباط. حميد شباط في عوينة الحجاج اللي هي السكنة ديالو يعني نقولوا المنطقة والحي والحومة ديالو جراو عليه حتى هو ناضوا الناس كيغوتوا وقعاود يعني تنابز بالألقاب وسب وقذف متبادل. لا فحال اللي وقعنا هذا دريس الأزامي لا لي غارد كور زعما ولا هذوك اللي معاه ولا اخر وناضوا الروينه حشومه وعيب وعار. نكون انا مرشح نفسي كانني بالقوه باغي نتقدم او نتكلم باسم الناس حتى الامامه تصلي غير بخمسه سته ديال الناس وهم لك كارهون فوالله راه عيب شرعا وعرفا وتقليدا ومنطقا. فواحد كيقول ليه انت عامين ولا 3 سنين وانت في تركيا العام سيدي في الفيلا مقابل مع المياه ديال البحر وكذا واشعه الشمس الزرقاء اشعه الشمس ماشي زرقاء صفراء المياه اللي زرقاء انا ركيت الفولية شويه الالوان حشود عاد جاي زعما انتخابات ارن مازال بحال هذاك اللي مشى لاسبانيا سميتو هذاك الياس
ماشي انا تيليس العماري بعض المرات كيمشي معكم بعيد اللي دار الاوطيلات وكذا في اسبانيا وكذا والى اخره. ونانا راه الناس عايفه. المهم على كل حال ايوا المغاربه راه قلت في الفيديو اللي فات كاع اللي كيشد الرشوه او يعطي الرشوه فكر مزيان على ما بغيتي تصوت. انا ما نقول لك لا حزب كذا ولا كذا. بالنسبه لي انا ما نقول لك حتى شي حاجه. ايوا المغربي ايتها المغربيه خدم الدماغ ديالك شوف شكون هو اللي متفاعل معاك واللي استفتي نفسك ولو افتاك المفتون. شوف شكون اللي ممكن يكون صالح نهد المرحله يعني الراهنه ولا المستقبليه. انت خمم اي واحد كيعطي الرشوه اي واحد سبق ليه كيكذب عليك ما تصوتش عليه. على كل حال حميد المهداوي راه مع الزفزافي اللي قال لك كل ما اللي صوت راه خائن للوطن. وختاما اعزائي عزيزاتي حبيباتي احبائي شفتي تعالي قالوا لي بدا بالعيالات بلاصه الرجال. على كل حال كلكم عزاز وغاليين الله يحفظكم ويبارك فيكم. مره اخرى اجدد الدعوه لمن قال اننا يعني نضع رؤوسنا في الرمال وهو الاخ حميد المهداوي. فانا انتظرك اما تجاوب في الفيديو انك تستطيع المناظره واما شوف الرقم ديالي راه كاين في صندوق الوصف واتصل بيا. على كل حال ما غادي نطورش معك اكثر من ذلك. لسنا بغماقين ولا دجالين ولا نستعمل التقية يا حميد. الله الوطن الملك نقولها باعتزاز وافتخار ولا نريد من اي احد اي شيء. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اعزائي المشاهدين لكم كل احترام وتقدير. كان معكم اخوكم ومحبكم الياس. نلتقي في الفيديو ان شاء الله المقبل. حتى ذلك الحين في امان الله.